مساء الخير والفل والسعادة والجمال على كل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا دايما على شاشة قناة اي تي سي وبرنامج أنتي. يوم جديد وحلقة جديدة مليانة بالفقرات وطبعا الأخبار والدردشة المتنوعة زي ما احنا دايما متعودين. مستنية مشاركتكم لينا من خلال أرقام تليفوناتنا اللي هتكون موجودة على الشاشة على مدار الحلقة، ده غير كمان صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. مستنياكم تبعتوا لي أي حاجة أنتوا حابين إن احنا نفتحها ونتكلم فيها في أنتي، أو أي ضيوف حابين ان هم يكونوا موجودين معانا، فانت ابعتوا لنا على طول وطبعا هرد عليكم زي ما دايما برد عليكم على الصفحه الرسميه لو في حد مش حابب ان هو يتكلم على الهواء مباشره زي ما بعمل دايما. طيب النهارده طبعا يوم الاثنين وبدايه اسبوع سعيد على حضراتكم. يمكن خليني اخش كده على طول في المواضيع اللي عايزه اتكلم فيها مع حضراتكم النهارده. في موضوع يمكن محيرني شويه وقعدت كده فتره كبيره اقرا عنه واتقص وافتش كده، لما اولادنا الصغيرين بيعملوا حاجه غلط او السلوك يعني مش صحيح بنبقى في حيره مستمره جدا، خصوصا كل ام ممكن ابنها الصغير يكون بيعمل افعال غير لائقه قدام الناس، او مثلا تاخده معاها السوبر ماركت فيبدا يشبط في حاجات، يعيط بصوت عالي، ينزل على الارض يرفص ويدبدب ويعمل الحاجات دي، او يقول كلمات مش لطيفه قدام الضيوف، او يعتدي كده على امه ايه بالضرب الخفيف قدام الضيوف. دي كلها طبعا بتعمل حيره عند الام، عقبه ولا أزعق له؟ هل تصرفي معاه ده هيأثر على نفسيته فيما بعد ولا هيعلمه الصح والغلط؟ طيب في حاجات كده قريتها اكتشفت بقى انه علم النفس حسم الحيرة دي وحدد لنا طرق كده ممكن نتعامل بيها مع الأطفال علشان نقوم سلوكهم ونعلمهم الصح والغلط. أول الطرق دي يا جماعة اننا نتبع مع الأطفال مبدأ التعلم من الخطأ. ازاي يعني؟ هقول لكم. يعني لما الطفل يكرر سلوك غير مناسب نسيبه يتعلم من غلطه ويصححه. عشان ايه؟ عشان يكتسب خبرة ومع الوقت تقل اخطائه بالتدريج، ودي على فكرة نقطة فعالة جدا وبتجيب قوي مع الاطفال. كمان احيانا بيكون تجاهل السلوك الخطأ للطفل ده هو وسيلة غير مباشرة لتراجع الطفل عن السلوك ده. يعني لو هو مثلا عايز حاجة من أمه، طلب من مامته، ومامته مش هينفع تعمله لأنه مش صح أو مش في وقته، ده مش وقته الصح أو الحاجات دي كلها، فيبدأ يصرخ، يبدأ يدبدب، يستخدم بقى أسلحته. لو الأم رضخت للصريخ ده على طول هو بيترجم عنده في مخه انا خلاص عرفت الملكة بتاعتك وعرفت اجيبك ازاي، هو الصريخ وسيلتي اللي بتجيب النتيجة دي. لانه كمان الاحيان الاطفال بتكون تصرفاتهم غريبة لمجرد ان هم يلفتوا الانتباه ليهم او لتلبية رغباتهم وتنفيذ الحاجات اللي بيطلبوها، لكن بمجرد ما الام تتجاهل السلوك ده الطفل هينساه تماما وهيحس انه مفيش نتيجة منه ولا اي استفادة منه فهيبطلوا على طول. ففكرة التجاهل دي مهمة جدا جدا وبرضه بتجيب مع الاطفال. كمان من ضمن الطرق اللي حددها العلماء والخبراء في طرق تربية الاطفال وتقويم سلوكهم هو اننا نأجل عقاب الطفل، نستنى شوية عليه. بمعنى اننا نفكر الاول في السبب اللي خلى الطفل يعمل السلوك الغريب ده او الغير مرغوب فيه ده، وبعد كده نتفق معاه على صيغة او طريقة مناسبة لتصحيح السلوك ده، مقابل اننا مش هنعاقبه دلوقتي لكن العقاب ده هيتأجل بحيث انه لو كرر الخطأ ده تاني هنعمل بقى عقاب. وطبعا في طرق كتير جدا للعقاب، اهمها طبعا احنا نبعد عن الضرب والاهانة تماما لانه اثبتت فشلها الكبير جدا واثبتت انها بتسيب جوه الاطفال وجوه انفسهم حاجات مش كويسه ابدا بتطلع بقى لما يكبروا، واخدين على الاهانه، واخدين على انه حد يعتدي عليهم، ما بيحسوش بالعزه، ما بيبقاش عندهم كرامه. فما تكسريهوش الحته دي، بتكسره جدا جدا وبتفضل مكمله معاه. اوعي تفتكري او تقولي ان هو هينسى، ده لسه صغير، بالعكس هو دلوقتي كل حاجه بتتكون وكل حاجه بيتبني عليها حاجات كتير قوي في شخصيته. لما الاطفال يعملوا حاجه غلط ما ينفعش نعاقبهم كده مره واحده يعني على طول كده نبدا بالعقاب، لكن يكون في تدريج في الارشاد حتى قبل العقاب، ننصح ونعلم
ونقول مرة واثنين وثلاثة. حتى العقاب نفسه لازم يكون فيه درجات، يعني مش نفس العقاب يقابل نفس الفعل. ما ينفعش لما ما ياكلش او ما يلتزمش في الهوم ووركس بتاعته، او ان هو يرفص ويعمل حاجات مش لطيفه قدام الناس، او ان هو يقول كلمات خارجه، يبقى كلها نفس العقاب. لازم كل حاجه يكون ليها العقاب المناسب ليها. في حاجه كمان انا بعملها مع تاليا بنتي، هقول لكم عليها لان هي والله برضو شايفه ان هي جابت نتيجه حلوه قوي معاها. احنا عاملين كده في البيت زي لوحه متعلقه في مكان كويس ومتشاف. لما بنعمل حاجة حلوة أو تصرف حلو أو كويس، بنعلق على البورد ده ستار، نجمة. وكل تصرف حلو بتعمله بنزود نجمة على طول تانية. ودي حاجة بتبسط الأطفال جدا جدا، خصوصا بقى في السن الصغير اللي هو الحضانة والابتدائي، بيتبسطوا قوي بالحكاية دي. خصوصا لما يجي لكم بقى ضيوف ويبصوا على البورد دي ويلاقوا انه في نجوم كتيرة قوي، فبيسألوا ليه ده؟ اه والله لانه تاليا بتعمل الهوم ووركس بتاعتها، لانها بتسمع الكلام، لانها بتستقبل الضيوف بشكل لطيف، حاجة كده زي لوحة الشرف. فهي بتحس بيها كل حاجة حلوة هي بتعملها ستار موجودة قدام الفعل اللي هي عملته. يعني لو هم لسه ما بيعرفوش يقروا، انت تقري لهم وتقولي لهم انا حطيت الستار دي قدام لما عملتي او عملت كذا وكذا وكذا. فدي طرق جميلة قوي ومناسبة قوي مع الأطفال، وكل أم واعية تتبعها وتقول لنا بقى النتيجة، تقول لنا عملت إيه والطفل بتاعها استقبل الحكايات دي كلها إزاي. بمناسبة بقى الأطفال وسلوكهم، عايزة أقول لكم أن وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أعلن عن مجموعة ضوابط كده وأسس محدودة أو محددة هيتم العمل وفقا ليها على أعمال السنة الدراسية. قال أنه الضوابط دي هيتم تطبيقها بداية من الصف السادس ابتدائي، وبتتقسم 5% للسلوك و5% مواظبة و10% اختبار. وده بموجه المادة بيديك على الاختبار ده 10%، على الاختبار الشهري بتاع كل مادة 10% على مستوى المدرسة، بحيث ان الطالب يحصل في النهاية على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر. طبعا فاكرين كده أعمال السنة، لو رجعتوا بالذاكرة كلنا عدينا عليها واحنا صغيرين، ونقعد كده بنتنافس فيها ويحصل ريس وسباق بيننا مين فينا أخد الريت الأعلى أو أكتر أعمال سنة، لأن دي كمان بتخليك كده مشهور في المدرسة ان انت يعني راجل شاطر كده ومواظب على الأعمال بتاعتك وذكي وحاجات كتيرة قوي. وحاجة مهمة جدا وأتمنى يا ريت أن هي تتخصص وتتعمل فعلا. الأهم مبدأ إيه بقى؟ 5% سلوك. الوزارة حددت شوية حاجات كده لسلوك الطلاب، وأحيانا كمان المدرسين برضو داخل المدرسة والفصل الدراسي. أهمها إيه؟ كان حظر استخدام الموبايل المزود بكاميرا، اللي فيه كاميرا وبرامج ألعاب وجيمز والحاجات دي كلها. يعني الطالب أو المدرس لو ضروري يعني يكون معاه موبايل داخل المدرسة، يبقى الموبايل ده الموبايل العادي اللي هو القديم قوي بتاعنا، اللي هو كان مفهوش أي حاجة غير أرقام بتتصل بقى بالرقم اللي انت عايزه وبس. وده طبعا متاح انه يستخدم النوع التاني من الموبايلات مع عدم استخدامه نهائيا داخل الفصل أو الحصة. عدل كفاية، fair enough. وده يعني أنا شايفاه نوع من أنواع الأمان والنظام والخصوصية داخل الفصل، وحاجة جميلة جدا. أنا شايفة أن وزارة التربية والتعليم بصراحة بدأت تاخد خطوات جميلة قوي فعلية تجاه المدرسين وتجاه الطلاب، تناسب العصر وتناسب أدوات العصر ومعطياته. الوزارة بقى إيه؟ منعت مندوبي المبيعات الخاصة، وخصوصا اللي من الشركات، شركات الكتب الخارجية والأدوات المدرسية، من الدخول للمدرسة. وده قرار في غاية الأهمية، ما كانش يصح أصلا دخولهم بصراحة. كمان الوزارة منعت التدخين، منعت التدخين نهائيا داخل أسوار المدرسة، وده قرار برضو في منتهى الأهمية. نتمنى أن كل مدرس يلتزم بيه. حقيقي المدرس ده هو قدوة لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية. إحنا في البيت بنقضي معهم وقت قصاد وبيقابلوا نفس الوقت بيقضيه في المدرسة قدام معلمين. المعلمين دول عندهم سلوك الأطفال بيستقبلوه وبيبدأوا يقلدوا ويعملوا، لأن كل طفل
الطفل بيحب انه يكون عنده رول موديل او يكون عنده قدوه يحتذي بيها ويقلدها ويشكل كده نفسه تباعا، مره يقلد واحد صاحبه، ما يقلد المعلم بتاعه، والدته، والده. فدايما الطفل بيكون عايز رول موديل في حياته. طيب تسجيل بقى غياب وحضور الطلاب في المدارس، ايه الجديد بقى فيه؟ تعالوا اقول لكم، هيكون الكتروني، مش زي ما تعودنا كده زمان بالورقه والقلم. زي ما قلت لكم ان وزاره التربيه والتعليم بدات تتعامل مع معطيات العصر والاحداث اللي بتحصل فيه. الوزاره الزمت مديري المدارس بعدم الخروج من المدرسه بعد انتهاء اليوم الدراسي الا بعد التاكد تماما من خلوها من اي طالب وخروجهم كلهم من المدرسه، وانه المدرسه خلاص فضيت ما فيهاش اي مخلوق داخل اسوارها. اهم حاجه بقى انه هيتم وضع كاميرات مراقبه داخل وخارج المدرسه، وده طبعا لامان وسلامه الطلاب. وبالحقيقه ان احنا بسبب عدم الكاميرات اللي كانت موجوده في المدارس السنين اللي فاتت دي كلها كان بيحصل حاجات كتيره قوي، نبقى محتارين احنا هو مين اللي عمل الصح ومين اللي عمل الغلط، ما بنقدرش نرصد ايه اللي بيحصل بالظبط. فطبعا الكاميرات دي هتغنينا عن حاجات كتيره قوي ولغط كتير قوي ممكن يحصل. فدي كلها بصراحه ضوابط واسس يعني في منتهى الحزن وعزيمه جدا جدا، هتخلينا كده يعني نمشي بمبدا سنه دراسيه جديده واحنا مطمنين على اولادنا، مش خايفين عليهم، خصوصا انه يمكن اول تجربه اي ام في المدرسه لاطفالها الصغيرين بتكون مربكه شويه، وانا عارفه ده وحاسه بيكم لاني طبعا عديت بيه. فاول سنه دراسه، اول تجربه خالص، بتبقى الام طول الوقت طول ما ابنها في المدرسه هي قلقانه عليه وخايفه عليه، خايفه يحصل له حاجه، خصوصا بعد الاحداث اللي بقينا بنسمع عنها والتغير الكبير في الاخلاق اللي بقينا بنشوفه. فطبعا بتكون خايفه على اولادها جدا، وجود الكاميرات حاجة مهمة قوي. والحاجة الأهم طبعا انتظام العمليات التعليمية، ودي حاجة مهمة قوي، منع التسرب من التعليم، كل ده عايزين نظبطه نقومه. فكرة ان الطالب قاعد يستفيد من الحصة كاملة والشرح من المدرس بتاعه، ده شيء مهم جدا جدا، لانه ده هيغنيك على فكرة ان انت تروح تاخد درس خصوصي برا. ليه؟ لان معظم الاولاد اعتمدوا على ده، خلاص مش مشكلة هو المدرس بيشرح، انا مش مهم اركز معانا كده كده واخد الدرس برا، او مش مهم احضر خلاص برضو. انا اعرف ناس ما بتروحش المدرسه اساسا وبتعمل شهادات مرضيه وكله تمام، لانه في المقابل احنا عندنا مدرسين هيدونا دروس خصوصيه في البيت، فكده ما فيش حاجه هتفوتنا. فالاهم هو ضبط العمليه التعليميه يا جماعه. الحكايه كلها بمنتهى البساطه تطبيق الاسس دي على ارض الواقع والضوابط دي على ارض الواقع، كل حاجه هتتم وكل حاجه هتمشي كويس جدا جدا، والتعليم هيمشي في مساره الصحي والصحيح. طيب في حاجه بقى كمان عظيمه جدا بيعملها المجلس القومي، تالي انه المجلس القومي يعني على طول، المجلس القومي للمرأة على طول على قدم وساق، شغال طول الوقت، بيطلع بمبادرات طول الوقت، بيطلع بندوات توعية وكمان دعم المرأة والأسرة بالكامل والطفل، واحنا تعودنا منهم على ده الحقيقة. فاكرين جلسات الدوار دي؟ حملة يا جماعة كان المجلس القومي للمرأة أطلقها بهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسر، بس المرة دي جلسات الدوار كانت في أسوان، ونجح بقى في تنظيم 21 جلسة دوار للتوعية المجتمعية داخل 9 من المدن والقرى بمراكز إدفو وقوم إمبو ونصر النوبة وغيرها من القرى. كان مشارك في الجلسات دي علماء من الأزهر والأوقاف، تم ده كله طبعا بالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بالمحافظة، وده شيء جميل جدا جدا ومجهود يحترم ومجهود عظيم جدا جدا، خصوصا انه جاي في اطار فعاليات المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه اللي اطلقه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وده كان لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمراه داخل المجتمع
في مختلف القرى والنجوع والمحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية. طبعا حياة كريمة اللي لحد النهاردة لسه بتثمر عن أهدافها الجميلة اللي حققتها فعلا، والاستفاد منها كل مواطن مصري من داخل الأسرة المصرية، أب وأم وأطفال. فحاجة جميلة جدا، نتمنى أن مصر كده تستمر دايما في النهضة الصحية وفي النهضة المبادرات والحاجات دي كلها اللي حقيقي وقفت مصر على رجليها الفترة اللي فاتت، لأنه كان في أزمة اقتصادية وإحنا لسه بنعيش أزمة اقتصادية، العالم كله بيعيش أزمة اقتصادية. في ظل الأزمة الاقتصادية دي أن مصر تكون بتقوم بكل الندوات، بكل المؤتمرات، بكل المبادرات اللي فيها بتهتم بصحة المواطن المصري وبتحقق له حياة كريمة، بتهيألي دي حاجة إحنا نحسد عليها. بصوا حواليكم كده في الدول اللي حوالينا بيتمنوا ظفر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والله بصوا حواليكم وانتوا هتعرفوا، حكموا عقلكم وشوفوا بعينيكم انتوا بتشوفوا ايه على ارض الواقع. طيب النهاردة بقى العالم كله بيحتفل بإيه؟ بيحتفل باليوم العالمي لتنظيم الأسرة. احنا اتكلمنا كتير في أنتي عن تنظيم الأسرة وازاي ممكن نعمل ده، وحطينا قصاد حضراتكم الأسئلة والأجوبة، الأسئلة بتدور في أذهان حضراتكم والأجوبة ازاي احنا ممكن نعمل ده ونحققه. تنظيم الأسرة بقى اللي تم الاحتفال بيه لأول مرة سنة 2007 من خلال 10 منظمات دولية لتنظيم الأسرة، كان هدفها طبعا رفع مستوى الوعي عند الناس في العالم بوسائل منع الحمل، تمكين الأزواج من اختيار الوسيلة المناسبة والآمنة ليهم. احنا كلنا عندنا فروق فردية طبعا، كل واحد فينا مختلف عن التاني سواء زوج أو زوج، ففي وسائل مختلفة ومتنوعة بتناسب كل شخص. وكمان اللي بيحل علينا السنة دي بقى بالتزامن مع اهتمام مصر الشديد جدا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكمان بالتزامن مع المسح السطحي للأسرة المصرية في 2021 وبرضه اللي اتكلمنا عنه، ونتائجه بتشير لإيه؟ نتائجه بتشير لزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، واللي بنعتبره مؤشر لزيادة وعي الآباء بأكتر من 60%. يمكن إحنا في حلقاتنا طول الوقت اتكلمنا معاكم عن الموضوع ده وجبنا تقارير ودراسات وبتقول لكم احنا لو زدنا في 2051 ايه اللي هيحصل، وهنبقى بنصرف قد ايه وبنستثمر قد ايه وبنقدم مبادرات عامله ازاي والمواطن بيستفيد ازاي وهيستفيد ازاي خلال السنين اللي جايه. لو تفتكروا الحلقه دي ارجعوا له على اليوتيوب وشوفوها، هتلاقوا عنوان الحلقه، ادخلوا عليها وشوفوا الدراسه دي قالت ايه والتقارير قالت ايه خلال من سنه 2020 ل 2051. طيب فحاجه جميله قوي قوي، وصدقوني احنا دايما في انتي بنحاول على قد ما نقدر نجيب لكم كل التقارير اللي طبعا من مصادر موثوق فيها جدا جدا، علشان يبقى دايما عندكم المعلومات الكافيه اللي توريكم المستقبل هيبقى عامل ازاي. طيب تعالوا اقول لكم على حاجه بقى، برغم التاثير السلبي اللي كان حاصل السنين اللي فاتت واللي يعني الناس ما كانتش مركزة قوي في الموضوع ده، ما عندهاش وعي بالموضوع ده، التأثير السلبي اللي كان حاصل بقى ايه؟ تعالوا اقول لكم التأثير السلبي ده. السنين اللي فاتت احنا وصلنا لنسب عالية جدا من الزيادة السكانية، واللي كان اخرها او اخر مؤشراتها طبعا انه مدينة طنطا احتلت المركز الثاني في قائمة المدن الاكثر كثافة سكانية في العالم عام 2022. انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه بالكثافة السكانية بتاعتنا، وده بعد مدينة بنجلاديش اللي بتيجي في الترتيب رقم واحد للكثافة السكانية، وده وفقا طبعا لموقف اسمه ستاتيستا. اوكي ستاتيستا، وده بالتأكيد هياخدنا لأهمية تنظيم الأسرة. احنا اتكلمنا وبنتكلم عن جودة الخدمات اللي هتتقدم لينا ولأولادنا كمواطنين، فلما مدينة مصرية توصل لأنها الأعلى كثافة سكانية في المركز الثاني على مستوى العالم، ده هيشكل ضغط على ايه؟ على المواصلات، على المدارس، على المستشفيات،
وهتفضل الدولة تجري تجري علشان تواكب الزيادة دي وما تأثرش في شيء ولا حتى في الخدمات اللي بتقدمها. طب وبعدين لو احنا فضلنا كده، تفتكروا مين فينا يرضى لنفسه ان هو ما يبقاش عنده كل الرفاهية في الحياة، ان هو يستمتع بحياته بالخدمات الصحية والمدرسية والسكانية وكل المبادرات اللي بتتقدم دي؟ لو انتوا تخيلوا كده نفسكم لو كل ده اتشال او كل ده اتلغى من حياتكم، هنعمل ايه؟ بتهيألي احنا ما نرضاش ده لاولادنا ولا نرضى ده لمستقبلنا ولا لمستقبلهم. ده غير كمان يعني حضرتك كأب فكر كده مع نفسك، تصرف على طفلين وتربيهم كويس وتعلمهم كويس وتلبسهم كويس، ولا يبقى عندك 5 عيال ولا عارف تربي ولا عارف تسمعهم وتقعد تدي لكل واحد حقه كده في انك تسمعه وتسمع مشاكله وتحلها له وتربيه وتكبر له مخه، ولا تأكلهم كويس ولا تعلمهم كويس؟ طب المنطق والعقل بيقول ايه؟ انا هسيب علامة استفهام دي لحضراتكم تردوا عليها بنفسكم، انا مش هرد عليها بالرغم ان انا مواطنة زيكم، واكيد اكيد بفكر في ده كتير قوي، واكيد والله يعني انا عارفة ان في ناس كتير بتفكر في العزوة ونفسها في عيلة كبيرة، ولكن فكروا في حقهم عليكم، ما هو ربنا عرفناه بالعقل يا جماعة. فشوية تفكير كده في الموضوع، ربنا يكرمكم عشان بس ما تظلموش أولادكم، لأنه الحقيقة إن هم اللي بيدفعوا الفاتورة في الآخر. إحنا بنخلف ونجيبهم للدنيا ونسيبهم بقى نشوف إحنا ورانا إيه، ونفضل نجري عشان ورا لقمة العيش عشان نحقق لأولادنا حياة كريمة وما إحناش عارفين. فيعني برضو التفكير كويس والعقل زينة زي ما بيقولوا، فخلينا كده ورا التفكير السليم والمنطقي والعقلي. فكرة تنظيم الأسرة فكرة، طبعا احنا اتكلمنا النهاردة كتير عن تنظيم الأسرة، فانا عايزة اقول لكم بقى احنا محضرين ايه النهاردة لحضراتكم. احنا محضرين مفاجأة كبيرة جدا لكل السادة مشاهدين مشاهدي انتي، فقرة تهم كل ام علشان اللي عايزة تحدد النسل واللي بتفكر في الموضوع والمشاكل اللي بتواجهها في مع وسائل منع الحمل، لانه شفت برضو كتير جدا وامهات كده بيقولوا مش عارفين يروحوا لانهي وسيلة، طب انهي وسيلة هتنفعني، طب هل هي فعلا هتجيب نتيجة ولا لا. فكرة تنظيم الأسرة، او قبل ما نروح للفقرات طب خليني اقول لكم هحكي لكم فكره تنظيم الاسره ظهرت ازاي. الاسره تنظيم الاسره ظهرت لاول مره من اكتر من 100 سنه، وبدايتها كانت او بداتها كانت الدكتوره الامريكيه، وهي دكتوره اسمها مارجريت سانجر، فتحت عياده لتنظيم الاسره ووزعت منشورات تروج فيها او تروج بيها للفكره، وده عرضها للقبض عليها مرتين واتحكم عليها ب30 يوم علشان بتروج لافكار خطيره. تعالوا بقى نشوف الفكره وصلتنا لفين لعام او في عام 2022، وموانع الحمل تنوعت قد ايه بالنسبه للستات وكمان للرجاله. طبعا كله هيقول للرجاله، هو في وسائل منع للرجاله؟ هتعرفوا النهارده في الفقره بتاعتنا اذا كان في وسائل منع للرجاله ولا لا، وهل هي خرجت للنور وظهرت للنور ولا لا. هل الراجل دلوقتي بقى مستعد اصلا ان هو اللي يستخدم موانع الحمل بدل زوجته، ولا لسه شايف انه ده مش دوره؟ طيب بمناسبه اليوم العالمي لتنظيم الاسره، هنتكلم النهارده في كل ده مع مين؟ مع الدكتور عمرو عباسي، وهو استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري وعضو الجمعيه الامريكيه لطب التجميل النسائي. فقره مهمه جدا جدا، تابعينا كل ام تابعينا، وكل ام عندها اي سؤال انا هستقبل كل اسئلتكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، وطبعا تليفوناتنا اللي هتكون موجوده قدام حضراتكم على الشاشه على مدار الحلقه، اتكلموا على طول عشان دكتور عمرو النهارده طبعا مستعد للاجابه على اي سؤال. طيب الفقره الثانيه برضو تهم كل ام في العالم مش في مصر بس. الفقره النهارده الثانيه هنتكلم فيها عن موضوع مهم، وهو محتويات اساسيه لازم تكون موجوده في اللانش بوكس الخاص بتاع كل طفل، خاصه بقى الاطفال اللي بتحب حاجات فيها مواد حافظه ومليانه الوان ومكسبات طعم وحاجات دي كلها. كمان في تساؤل بيشغل كل ام، وهو ايه الاكل اللي ما ينفعش الاطفال ياخدوه معاهم في المدرسه؟ طيب والاحسن يكتروا طب من الفاكهه ولا من الخضار؟ وايه الفاكهه اللي تنفع وايه الخضار اللي عمره طويل يقدر يفضل قاعد معاهم؟ تفاصيل كتير قوي هنتكلم فيها النهارده مع اخصائيه التغذيه العلاجيه دكتور امنيه درويش. يعني بكده هسيبكم مع فاصل صغير جدا، اللي عايز يروح يعمل اي حاجه يعملها بسرعه ويرجع لنا مره ثانيه عشان نبدا اولى فقراتنا ونستقبل اولى ضيوفنا النهارده، فانتي استنونا.
بنرجع لكم مرة تانية مشاهدي أنتي، بنبدأ أولى فقراتنا وبنستقبل أولى ضيوفنا النهاردة فأنتي. وطبعا النهاردة وزارة الصحة والسكان مع نقابة الأطباء بيحتفلوا باليوم العالمي لتنظيم الأسرة، وده كان في مقر دار الحكمة. وإحنا كمان قررنا نشارككم الاحتفال ده بأننا نخصص فقرتنا الرئيسية في برنامج أنتي عن تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وتطوراتها. والحقيقة أننا بنحتفل باليوم ده عشان نحاول نرفع الوعي بأهمية استخدام وسائل منع الحمل، لأنه بلدنا فعلا محتاجة أننا نقلل من عدد المواليد. وكفاية قوي أن مدينة طنطا المصرية مثلا جت في المركز الثاني ضمن قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم للعام الحالي 2022. تخيلوا، نفسي والله نتصدر قوائم الأكثر إنتاجا وأكبر دخل قومي مثلا، يعني مش الأكثر يعني ازدحاما. وبما أنه تنظيم الأسرة وتحديد النسل كان بمثابة تحدي كبير للسيدات، هندردش النهاردة مع بعض في استوديو أنتي مع الضيف العزيز دكتور عمرو عباسي، وهو استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وعضو الجمعية الأمريكية لطب التجميل النسائي. منورنا النهاردة يا دكتور عمرو. أهلا وسهلا يا سارة، ازيك؟ الحمد لله كويسة تمام. وطبعا النهاردة هنستغل وجودك بشكل كبير جدا، لأنه عندنا تساؤلات كتيرة صح. جدا، وإحنا بنعدي بأزمة الحقيقة، وأكيد حضرتك طبعا أدرى واحد بالأزمة والزيادة السكانية والمواليد الكتيرة اللي إحنا بقينا بنشوفهم في الأواخر. ده حقيقي. طيب احنا يمكن وسائل منع الحمل معروفة من اكتر من 50 سنة في مصر، ولكن الغريب ان احنا لحد النهاردة لسه بنتناقش في زيادة وعي المجتمع بأهمية وضرورة استخدام هذه الوسائل. فايه اللي بيخلي الناس او السيدات تخاف من استخدام وسائل منع الحمل؟ هو سؤال مهم جدا، وهو سؤال الموسم زي ما بيقولوا. انا فاكر وانا داخل امتحان الدكتوراه في القصر العيني، كان رئيس القسم بتاعي يا ربنا يمسيه بالخير دكتور حسام بدراوي استاذنا، يعني طبعا جاب لنا سؤال في امتحان الدكتوراه بيقول discuss tailored contraception، يعني اتكلم على ان ازاي تفصل الكونتراسبشن او وسيله منع الحمل للسيده. طبعا كلنا كنا مستغربين السؤال جدا وما كناش فاهمين ايه هدف السؤال، بس دلوقتي بقى بعد ما اشتغلنا وبعد ما قابلنا حالات كتيره قوي، عرفنا ان بالظبط ان اختيار وسيله منع الحمل عامله بالظبط زي الخياط اللي هو بيعمل دراس كويس او تفصيل كويس للسيده. لازم برضو الوسائل منع الحمل تبقى متفصله على السيده. صحيح. ليه تبقى متفصله؟ عشان اعرف اختار الوسيله الانسب بالنسبه للسيده، وعلشان كمان السيده ما توقفهاش، يعني تبقى مستريحه عليها. بالظبط. فده دور مهم جدا جدا، ودي شطاره الدكتور الامراض النساء او الوحدات الصحيه المسؤوله عن تنظيم الاسره، ان هم ازاي يختاروا الوسيله الامثل. يعني ما ينفعش كل السيدات اكتب لهم نفس الحاجه، مش اي سيده هتيجي هكتب لها نفس نوع اللولب، مش اي سيده هكتب لها نفس نوع راس منع الحمل. لازم كل سيده اخد منها تاريخ مرضي كويس جدا، اعرف اللايف ستايل بتاعها عامل ازاي، اتاكد من وزنها ومن ضغطها، اتاكد من لو هي واخدت اي وسائل منع حمل قبل كده وقفتها ليه، واخد منها تاريخ مرضي كويس جدا واختار لها احسن وسيله تناسبها. تمام. يعني احنا كده بنتكلم في اساسا في تعدد في وسائل منع الحمل واحجامها وتناسب كل ست ولا لا، وده بيبقى حسب طبعا تاريخها المرضي والشكل الداخلي للرحم والحاجات دي كلها. بالظبط كده. طيب يمكن احنا في الاواخر برضو احنا عارفين ان في وسائل كتير لمنع الحمل للسيدات، احنا سمعنا انه في وسائل منع حمل كمان للرجال، هل هي فعلا موجوده؟ طبعا كل الستات هتطلع امتى للنور؟ كل الستات عايزه الموضوع ده، عايزه يريحوا دماغهم من الموضوع، عايزين نرمي عليك حاجه شويه. طبعا هو وسائل منع الحمل بالنسبه للرجاله طبعا اشهر حاجه الوقي الذكري، وفي عمليه بتتعمل طبعا ان انت بتتعمل عن دقيقه جدا، ان هو بيمنع ان الراجل اللي يخلف خالص بيقطع حاجه اللي هي بتوصل السائل المنوي لبره. ولكن دلوقتي في ابحاث كتير قوي عن اقراص او حقن ممكن تتاخد للرجاله، بس دي كلها لسه تحت الابحاث، ف لسه ما خرجتش للنور دي، ما عندناش اخبار بالنسبه يعني بس احنا يعني قدام ان شاء الله قريب ممكن نتشارك في حته ان احنا نستخدم وسائل منع الحمل دي. يا ريت يا دكتور عمرو والله العظيم، يعني لسه الابحاث جاريه يعني، بس احنا قصادنا وقت طويل علشان حاجه زي دي ممكن تبقى موجوده للنور او لسه شغالين عليها، لسه ما فيش حاجه طلعت للنور. يعني وسيله منع الحمل للراجل اللي موجوده حاليا ومتوفره هي الوقي الذكري، دي اكتر حاجه انتشارا. طب وهي دي امنه يا دكتور كفايه؟ امنه بنسبه كبيره جدا لو استخدمت صح،
وكمان يبقى افضل لو استخدمت مع وسيله اخرى. يعني لو نستخدم مثلا الوقي الذكري مع حاجه اسمها السيف بيريد اللي هي فتره الامان، او نستخدم الوقي الذكري مع اللبوس ما قبل العلاقه الزوجيه، في لبوس بيقتل الحيوانات المنويه. ليه هو؟ يبقى احنا لا للسيده برضه؟ للسيده، اللبوس تحط للسيده، لبوس مهبلي قبل العلاقه الزوجيه بيبقى سبرميسايدل او بيقتل الحيوانات المنويه فبيمنع الحمل. فطبعا احسن حاجه ان احنا نستخدم وسيلتين مع بعض، يعني الوقي الذكري مع حاجه تانية، بس هو يعتبر من الوسائل الامنه ووسائل اللي ممكن تستخدم بشكل كبير، بس هنا في مصر في رجاله كتير ما بيحبوهاش. طيب يعني احنا دايما هو حضرتك يمكن عشان ذكرت ان احنا ممكن نستخدم وسيلتين في نفس الوقت، بس هي الوسيله هنا متقسمه عند الراجل والست. طب لو رحنا للسيدات النهارده وكلمنا عن هل السيدات ممكن تستخدم اكتر من وسيله، يعني وسيلتين مثلا لمنع الحمل، ان هي مثلا تركب لوب ومعاها تاخد اقراص منع الحمل ولا لا؟ لا ده مش مستحب، لان معظم دلوقتي الوسائل لمنع الحمل سواء اللولب او سواء اقراص منع الحمل نسبة السيفتي بتاعتها عالية جدا، يعني نسبة ان هي يحصل حمل عليها اقل من 1%. ده بالنسبة للحالتين، بالنسبة للسيدة لوحدها من غير ما تاخد اي حاجة حاجة تانية، حاجة فاحنا مش محتاجين ان احنا ناخد معاها وسيلة اخرى. يعني مش المفروض ان السيدة تاخد مثلا تركب لولب وتاخد كمان اقراص منع الحمل. لا، اللولب مثلا نسبة الحمل عليه اقل من 0.02%، نسبة قليلة جدا. بس طبعا لو استخدم صح، لو بيركبها بحد متخصص، لو عملنا متابعة جيدة بالسونار على اللولب بتأكد ان هو في مكانه الطبيعي، ان هو مش عامل اي مضاعفات، ده وسيلة آمنة جدا، مش مفروض ان السيدة تاخد اكتر من وسيلة في نفس الوقت. يعني انا عايزة اقول للسادة المشاهدين مفاجأة بقى، يعني انا النهاردة وانا قاعدة بستقبل دكتور عمرو لقيته داخل عليا وماسك بقى equipments او يعني ادوات كتيرة جدا. دكتور عمرو حضرتك جايب لي هدية ولا ايه؟ انا شايفة اجي وهدية فاضية. انا مش هاجي دي فاضية، انا حبيت النهاردة ان انا افيد كل ام وكل سيدة في مصر بان انا افرجها وسائل منع الحمل في اللوب او اللولب، اشكالها احجامها بتعمل ايه. طيب ممكن يا دكتور عمرو تفرجني كده الوسائل منع الحمل النهارده؟ هنتكلم عن الوسائل الغير هرمونيه اللي ما فيهاش هرمونات، لان في ستات يقول لك انا متضايقه قوي من هرمونات، مش عايزه حاجه فيها هرمونات، هتلخبطني مزاجي، هتخني. اللولب من الوسائل كويسه قوي في فتره الرضاعه بالذات، الوسائل اللونج تيرم او الوسائل اللي ممكن نستخدمها على المدى الطويل، من الوسائل الامنه جدا لو استخدمت صح، ممكن السيده تبقى مستريحه عليها جدا جدا بدون اي مشاكل. اشهر انواع بقى ترفعها لنا يا دكتور عمرو عشان نكمل. دي اشهر انواع اللوالب اللي هو اللولب النحاسي او الكوبر اي او دي. طبعا في الاول كده الست هتخاف تقول لك ايه ده كل ده هيخش؟ لا طبعا، الجزء اللي بيخش هو الجزء ده بس اللي شكله عامل زي التي. اوكي، زي ما انتم شايفين ده صغير جدا، ده صغير جدا، ده بيخش جوه تجويف الرحم وبياخد شيب الرحم بالظبط، وبيبقى عليه الكوبر او النحاس اللي هو بيتفاعل مع بطانه الرحم فيمنع التصاق الاجنه في بطانه الرحم. عظيم. بيقعد قد ايه؟ بيقعد حوالي 5 لـ6 سنين. فطبعا فيري سيف، نسبه الحمل عليه قليله جدا جدا جدا، اقل من 1%. في ممكن بعض السيدات يحصل لهم شويه اعراض جانبيه منه. ايه هي بقى الاثار الجانبيه؟ الاثار الجانبيه ان هو اشهر حاجه مع اللولب النحاسي ان هي ممكن يحصل نزيف، او اول خصوصا اول دوره او دورتين بعد التركيب ممكن يعمل شويه مغص اول مع دوره شهريه اول شهر او شهرين، بس في الاغلب في معظم 90% من السيدات ما مش بيعمل اي مشاكل خالص. يعني احنا لو بنتكلم على اثار جانبيه فاحنا بنتكلم ان هي بتبقى ضئيله جدا ومش منتشره بين بالزبط. السيدات وبرده الستات برده اكتر حاجه بتقول لك اصل تركيبه بيوجع او بيوجع. لا طبعا، لو دكتور متخصص وعنده خبره كويسه في تركيب اللوالب الموضوع بيبقى بسيط جدا، ما بتحسش باي وجع خالص. ممكن نقول ان هو ديسكومفورت، يعني مش الطف حاجه، بس مش لدرجه ان هو وجع او الم، فبالتالي دي وسيله كويسه جدا. طيب معلش، مش الطف حاجه لفتره طويله ولا بمجرد ما؟ لا يعني مش الطف حاجه في اثناء تركيبه، اثناء تركيبه بس. اللي هو بياخد 5 دقائق بالظبط، تركيبه المفروض ما ياخدش اكتر من 5 دقائق. بعد كده على اللونج ران او على المدى الطويل انا ما بحسش بالم او بحس ان في حاجه موجوده؟ لا خالص خالص خالص، لان حتى الشريط ده الثريدز دي اللي احنا بتساعدنا ان احنا نقدر نشيل اللولب. تمام. اوكي، الخيط حتى بنقصه قصير جدا بحيث ان محدش يشعر بيه خالص. طبعا بما ان هو يعني نحاس او متل او في يعني حديد، هل ده ممكن يجيب صديد يتفاعل مع الدم او حاجه؟ في بعض السيدات بيبقى عندهم نوع من حساسيه من النحاس، عشان كده في انواع تانية من اللوالب مختلفه شويه بقى، دي بنسميها السيلفر او الفضي. ده اللولب الفضي بقى بدل ما يبقى عليه نحاس دوت عليه ماده الفضه،
وبتبقى موجوده هنا برضو جوه القلم دوت. وبرضو مش كل الحجم ده يعني هيدخل وطبعا مش كل جوه. ده اللي بيخش اللي بيخش هو الجزء ده فقط. ده نفس بقى الشكل. ده مختلف شويه، تي شيب، ده شكل التي. تاني حاجه ان هو بيبقى عليه السيلفر او الفضه، الفضه دي بتخلي الايونات بتاعه النحاس تطلع ببطء شديد وتقلل التفاعل او الحساسيه اللي ممكن تكون موجوده في بعض السيدات من النحاس. اوكي. فدي من الوسائل الجيده جدا بالنسبه للسيدات. في بعض السيدات بقى بيقولوا لنا ايه، احنا انا ركبت لولب اكتر من مره واللولب كل شويه يتحرك. ايوه، يعني مرتين وثلاثه كل شويه اعمل سونار الاقي اللولب بيتحرك. دلوقتي في بعض اللوالب دلوقتي اللي بيبقى عليها زي اهداب بسيطه كده زي ما انت شايفه ومشاهدين شايفين معانا، دي بتساعد ان اللولب يثبت في مكانه. دي بتمسك اكتر. بتمسك اكتر. فبالتالي فرصة ان اللولب دوت يتحرك او ينزل من مكانه بتبقى قليلة جدا. طيب انا كده اللي فهمته من تعدد وسائل منع الحمل اللي شفناها مع حضرتك دلوقتي انه هي مناسبة لحد معين. بالظبط. اللي جسمها بيحركه. ازاي اختار الشخص السيدة الوسيلة المناسبة للسيدة. بالظبط. مش اي لولب وخلاص، انا لازم اعمل لها سونار ولازم اخد تاريخ مرضي ولازم اعمل لها كشف كلينيكي وعامل كل الحاجات دي قبل ما اختار وسيله، يعني مش بس بركب لها لولب وخلاص. طب ويعني في بعض اللوالب زي دي كمان كامله إيه؟ لازم الفحوصات دي تتعمل كامله. طبعا في بعض السيدات ممكن ما ينفعهمش خالص ولا نوع من اللي انا شرحتهم دول، بتركب اللولب بيحصل لها نزيف شديد جدا، دول ممكن نركب لهم بقى لولب زي دولب زي ده بالظبط بس عليه هرمون بسيط اسمه اللولب الهرموني، بيطلع هرمون البروجسترون بيطلعه ببطء شديد على مدار 5 سنين. ده بقى بيقلل النزيف بتاع الدوره الشهريه، بيقلل الوجع اللي بيجي اثناء ما قبل الدوره الشهريه او البي ام اس، بيقلل من قبضات الرحم، بيقلل من سمك بطانه الرحم. في بعض السيدات بيبقى عندهم سمك البطانه بتاعتهم سميكه شويه، السيدات دول بيستفيدوا قوي من اللولب الهرموني عشان بيقلل سمك بطانه الرحم، بل في سيدات بنركب لهم اللولب الهرموني ده عشان يمنع من سرطان بطانه الرحم. معقوله؟ طب دي حاجة عظيمة جدا، يعني في بعض السيدات ده ينفع السيدات كلها. في بعض السيدات اللي هم سنهم فوق الـ40 وزنهم كبير، عندهم الضغط او عندهم السكر وعندهم تاريخ مرضي لسرطان بطانة الرحم، السيدات دول عندهم عرضة لسرطان بطانة الرحم وعندهم دايما اول ما بنعمل لهم سونار بنلاقي البطانة بتاعت الرحم سميكة، دول بنركب لهم اللولب ده مش بس علشان يمنع الحمل ولكن كوسيلة حماية ليهم من سرطان بطانة الرحم. ده شيء عظيم جدا. يعني ممكن اللولب دوت يستخدم وسائل اخرى لحاجات اخرى غير بس تنظيم الاسره. دي وسائل جديده متطوره يعني دكتور عمرو. المرينا لا بقاله كتير ودلوقتي موجوده دلوقتي في وحدات الصحيه. دخلوا دلوقتي اللولب الهرموني ودخلوا انواع ثانيه من الاقراص معنى الحمل عشان يبقى فيه فرايتي، ما بقاش فيه حاجه واحده بس. في دلوقتي لولب جه مصر جديد. قبل ما نشوف اللولب ده خلينا ناخد السيده بدر معانا على التليفون. الو. اهلا بيكي يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. دكتور عمرو معاكي. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، عامله ايه؟ اخبار سيادتك ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. دكتور انا عندي مشكله ومحتاجه حضرتك تساعدني ضروري جدا. اتفضلي يا فندم. هو انا اخدت قرص منع حمل هرمونيه من 8 شهور. تمام. اخدت تقريبا 20 يوم من نوع حبوب مشهور جدا. اوكي. تمام. من وقتها بقالي 8 شهور بعاني من اعراض شديده جدا وقويه جدا. 8 شهور يعني مفيش تخصص تقريبا ما رحتلوش، وفي دكاتره بيقولوا بسبب الحبوب وفي دكاتره بيقولوا لا الحبوب مش سبب. طب ايه الاعراض اللي حسيتيها يا فندم؟ بعد تقريبا 20 يوم جالي زي قيء مستعصي طول الوقت، الم في صدري شديد جدا جدا. مش في منطقه الثدي، لا في منطقه الصدر، يعني ما بقدرش اخد نفسي والم نغزي شديد جدا جدا. شعري تقريبا كله بيقع بطريقه مش طبيعيه. عملت تحاليل، عملت اشاعات، عملت كل حاجه. طبعا في اخر حاجه اتقالت لي انه ما فيش تشخيص لحالتي، وانه مش وارد يبقى الحبوب هي السبب، لاني اخر حبوب اخذتها من 8 شهور وانا عندي تاخر حمل، يعني اخر حمله حملت فيها معايا يعني ولد من 5 سنين. في خلال ال5 سنين اخذت تنشيط مره او مرتين، ما اخذتش حاجه تاني. طب هو حضرتك خدتي 20 قرص بس من ال 20 قرص بس من الحبوب الهرمونيه. طب حضرتك عملتي فحوصات زي الفيتامين دي، الغده الدرقيه، الحاجات دي كلها؟ عملت كل حاجه. وكل حاجه طلعت نورمال؟ يعني نقص فيتامين دي بس مش قوي، يعني نقص بسيط.
اشك يا مدام بدر ان يكون راس مال الحمل هي سببت لك المشاكل دي، لان صعب جدا ان دوره واحده بس من راس مال الحمل ان هي تعمل لك الاعراض دي. This is very uncommon، او دي حاجه مش وارده خالص. وكمان اصلا راس مال الحمل الهاف لايف بتاعها او مده الزمن اللي الجسم بيتخلص من الاقراص فتره مش طويله، يعني ممكن خلال شهر بالظبط الجسم يتخلص من كل اثار الهرمونات بتاعت اقراص مانع الحمل. وكمان انواع جديده من اقراص مانع الحمل الهرمونات اللي فيها دلوقتي بقت ضعيفه جدا او بقت جرعات قليله جدا، فالاعراض الجانبيه بتاعتها بقت قليله، ما بقتش كتيره زي بتاعت زمان اللي هي فيرست جنريشن او جيل الاول من اقراص مانع الحمل. فحضرتك لازم تروحي لدكتور مناعه كويس من اللي حضرتك توصفيه. وفي حاجه اسمها فايبروميالجيا، دي حاجه نادره جدا بس بقينا نشوفها كتير دلوقتي بالاكسكلوجن، يعني بعد ما بنستبعد كل الاسباب الاخرى في دلوقتي سبب مناعي قوي قوي اسمه فايبروميالجيا. لازم تتابعي مع دكتور مناعه كويس لان في الاغلب ممكن بالحاجة توصفيه ده يكون فايبروميالجيا. يعني السيده بدر عندها طبعا مشكله خافت ليكون الاقراص، لا راس مانع الحمل هي العاليه، لا الاقراص بريئه جدا من اللي هي بتقول. لا بس ده ياخدني لسؤال مهم قوي طبعا بجد. قبل ما نروح للولب الجديد ده، انه في ناس كتيره قوي بتتهم حبوب مانع الحمل ان هي فيها اثار جانبيه كتيره جدا، منها زياده الوزن، لخبطه الهرمونز، ممكن تجيب امراض زي تكيس المبايض، ممكن كانسر ثدي، سرطان ثدي. فحضرتك شايف، او انا عايزه منك تاكد او تنفي الاشاعات دي. اول حاجه لازم الناس فاكره ان راس مانع الحمل كلها نفس النوع ونفس الشكل ونفس الهرمونات. راس مانع الحمل عباره عن 4 جنريشنز او اربع اجيال. الجيل الاول خالص من راس مانع الحمل، وده حقيقه ما بقاش موجود خلاص، كانت نسبه الهرمون اللي فيه عالية جدا. كانت الستات بتاخدها بتحس ان هي منتفخة جدا، وجع في الثدي جامد جدا، لخبطة مزاجية غير طبيعية، والحمد لله دي خلاص الأقراص دي مش موجودة. يعني لو رحتي في أي صيدلية تحاولي تجيبيها مش موجودة خالص. دي قديمة. دي قديمة خالص. السكند جنريشن دي اللي أقراص مانع الحمل كانت بتتباع زمان في وحدات صحية ورخيصة قوي بحوالي 2 أو 3 جنيه كانت بتقدر السيدة تاخدها. دي برضو ليها شوية أعراض جانبية. كانت السيدة ممكن تشتكي من حب شباب، من شعر زياده في الجسم، ممكن تشتكي من لخبطه مزاجيه غير طبيعيه، زياده في الوزن. كان فيها اعراض جانبيه عنيفه شويه. دلوقتي بعد كده بقى ظهر الثيرد والفورث جنريشن او الجيل الثالث والرابع. دي بقى اقراص متميزه جدا. اول حاجه جرعات الهرمونات فيها قليله جدا. تاني حاجه نوع البروجسترون اللي موجود فيها، هي اقراص مانع الحمل بتبقى هرمون الاستروجين والبروجسترون بجرعات مختلفه. وانواع مختلفه من الاستروجين والبروجسترون. نوع كمية الاستروجين فيها بقت قليلة جدا، ونوع البروجسترون اللي فيه بقى ممكن ساعات يبقى مفيد بالنسبة للسيدة. يعني مثلا في بعض الأقراص مانع الحمل في الفورث جنريشن أو الجيل الرابع، لو السيدة عندها شعر زيادة في الجسم، لو عندها حب شباب، لو شعرها بيقع، يعني عندها أعراض ذكورية، وده ممكن يكون موجود عند بعض الستات، ده بيقلل الأعراض دي جدا. هايل جدا، كويس. لدرجة إن في دكاترة جلدية بتقول لها على طول روحي لدكتور النساء عشان يكتب لك الأقراص دي. حلو، يعني حصل تطور في اجيال بالزبط. حبوب مانع الحمل لانها وصلت النهارده ما بقت اثارها الجانبيه ضعيفه جدا، ما بتسببش كل الالام اللي كانت بتحصل. في بعض السيدات مثلا اللي عندهم PMS اللي هي متلازمه ما قبل الدوره الشهريه، بتشعر بتوتر شديد ووجع رهيب في بطنها. أيوه. ومش قادره تروح شغلها من كتر التعب قبل الاقراص مانع الحمل الثيرد جنريشن اللي هي فيها ماده التكنوس اللي هي فيها ماده الدروسبريدون. دي بتقلل الاعراض دي تماما. السيده بتشعر ان هي الدوره بتيجي من غير الم، من غير وجع، من غير اي حاجه خالص. ولو السيده عندها نزيف شديد جدا او بتنزف جامد اثناء الدوره الشهريه، الاقراص مانع الحمل ممكن تقلل لها كميه الدم اللي بتنزل مع الدوره الشهريه. طب هل كل السيدات لازم نكتب لهم اقراص مانع الحمل؟ لا. لو السيده مثلا فوق ال 40 ومدخنه ما ينفعش اكتب لها اقراص مانع الحمل عشان بيزود فرص الجلطات. لو السيده عندها تاريخ مرضي قوي ان هي جالها جلطه او حاجه اسمها فاكتور 5 ليدن ميوتيشن ما ينفعش اكتب لها اقراص مانع الحمل. لو عندها مشاكل في الكبد او عندها مشاكل في الكلى ما ينفعش اديها اقراص مانع الحمل. طب نيجي بقى لموضوع مهم جدا وهو موضوع كونترفيرشال او عليه لغط جامد قوي، موضوع سرطان الثدي واقراص مانع الحمل. للاسف الشديد، للاسف الشديد وبقولها هنا على التلفزيون من هذا المنبر، في بعض دكاتره الاورام بيتهموا اتهام مباشر ان اقراص مانع الحمل هي المزوده
فرص ان السيدات يجي لهم سرطان ثدي. الدبليو اتش او او منظمه الصحه العالميه ما فيش بحث واحد اثبت ان اقراص معنى الحمل هي مسببه لسرطان الثدي، الا في حالات نادره جدا. ان في بعض السيدات عندهم مستقبلات لهرمون الايستروجين، دول اللي ما ينفعش ياخدوا الاقراص معنى الحمل. فان جنرال بيسس اقراص معنى الحمل ما بتعملش سرطان ثدي. بس هتيجي تقول لنا بقى على ارض الواقع، لو واحده سيده جات لي وقالت لي ان هي عندها تاريخ مرضي ان هي جالها سرطان او حد في عيلتها جاله سرطان في الثدي، مش هتبقى اول وسيله انا هختارها. طب ليه مش اول وسيله طالما هي بريئه من كل ده؟ علشان لو حصل ان هي جالها سرطان في الثدي ما تقولش ان هي الاقراص دي هي اللي جابتها لها. وانه برضو الدراسات كل يوم بتطلع وكل يوم بتطلع جديد، فبرضو ايه نتجنب فكره انه ممكن الدراسه في يوم من الايام تقول انه يعني ساعتها احاول اختار لها اي وسيله غير هرمونيه قدر المستطاع. طيب ليه بقى احيانا بنلاقي سيده تقول انا باخد حبوب منع الحمل وحملت برضو؟ دي لكذا سبب. لو السيده دي عندها مال ابزوربشن، يعني ما بتمتصش الحاجات كويسه من معدتها، ما بتمتصش اي ادويه اصلا خالص، لو السيده دي بتاخد الادويه بشكل خاطئ، يعني مش بتاخدها بشكل صحيح ونسيت تاخدها في الميعاد بتاعها، لو السيده دي مثلا كانت فاكره ان هي خدت القرص وما خدتهوش، دي ممكن ساعتها. وطبعا كاي حاجه في الدنيا، كاي وسيله منع حمل، في فيلير ريت، يعني في نسبه سيدات ممكن يحملوا على القرص، بس نسبه بسيطه جدا، يعني اقل من 1%. يعني زي ما بنقول انه لكل حاجه ممكن، لكل قاعده ممكن حاجه تيجي وتكسرها. اكيد اكيد طبعا، مفيش قواعد ثابته. في عيل كده كده عايز يجي يعني. بالظبط، هو مصر فخلاص. هو مصر مش هعمله حاجه. بس طبعا لو اخترنا الوسيله الانسب هتبقى طبعا هنقلل الفرص جدا. ده ياخدنا بقى للولب الاخير. ده لولب شكله مختلف جدا، شويه عن اللوالب الاخرى اللي انا كنت بتكلم فيها. واكتر حاجه تميز هذا اللولب ان هو فيه ذهب. يعني السيده بعد ما تاخد الشبكه بتاعتها، بعد ما تخلف تحط ايه لولب الذهبي، يبقى كده خلصت كل حاجه. الشبكه كملت يعني. الشبكه بتاعتها كملت. حلوه قوي. بس هو شكله والله عارف وبيبي بلو وبتاع، فبحس ان هو مناسب. دلوقتي بقى ستات كتير قوي بتطلب مننا اللولب الذهبي ده. ايه بقى ايه ده؟ هو نفس الشكل زي الشكل التقليدي بتاع اللولب العادي، ولكن ما يميزه ان هو عليه فعلا ماده الذهب، وماده الذهب دي من الحاجات البيور قوي او نقيه جدا، ففرصة ان هي تتفاعل مع بطانه الرحم بشكل سلبي او تعمل انفكشن او تعمل التهاب او تعمل نزيف او اي حاجه من الحاجات دي بتبقى اقل بكتير جدا، نظرا للخواص الذهبيه اللي موجوده في هذا اللولب. اكيد طالما هو يعني نقي قوي كده وبيور وكمان فخم، فاكيد يعني مكوناته كويسه. طب واحده بتقول دلوقتي انا ماشيه على حبوب، ده سؤال على السوشيال ميديا. وايه كمان؟ دوريسيت، وقصدي ونسيت اخد الحبايه. ده سؤال مهم. الحق الموقف ازاي؟ اول ما تفتكر على طول تاخد القرص بتاعها، وتاخد القرص التاني في ميعاده، وتستخدم وسيله اخرى، دي اللي كنت بقول لحضرتك عليها في فتره اللي هي نسيت فيها دي. يعني نستخدم الوقي الذكري، او نستخدم السيف بيريد، او نستخدم مثلا حاجه زي اللبوس اللي هو السبرميسايدل. ده اللبوس مهبلي بيتحط قبل العلاقه الزوجيه بنص ساعه، بيقتل الحيوانات المنويه. تمام، كويس قوي. واللبوس ده متواجد يا دكتور ولا هنلاقي ان هو مش موجود؟ موجود في الصيدليات، وموجود في الوحدات الصحيه دلوقتي كمان. طيب سؤال كمان، الفرق في الاسعار بين اللوب الذهبي والميتال الفرق في الاسعار يعني كبير؟ في طبعا فرق في الاسعار اكيد. بس مش الفروقات اللي هي اللي انت بتتكلمي على كونتراسبشن او وسيله بتقعد 5 سنين. فانت بتتكلمي ان هي ارخص من البونبوني اللي بتاخد الصبح. صح مظبوط. طب عايزين نسمع تقييم من مراكز طب الاسره، رأي حضرتك ايه فيه؟ اول حاجة الوسائل اللي بتقدمها، المشورة، النصايح اللي بتقدمها، العلاج، رأي حضرتك ايه في كل ده؟ انا شايف ان هما بيقدموا خدمة ممتازة جدا، وتطورت بشكل كبير جدا. يعني زي ما قلنا مثلا زمان كانت الوحدات الصحية ما فيهاش غير اقراص اللي هي الجيل الثاني، سكند جنريشن بس، عشان كده كان في سيدات كتير قوي بتعزف او بتبعد ان هي تاخدها، لان هي عارفه ان اعراض جانبيه بتاعتها كبيره جدا. ده غير ان هي كمان كانت بتقلل الشهوه الجنسيه عند السيدات بشكل كبير قوي، بتعمل نوع من البرود الجنسي. دلوقتي عندهم دلوقتي اقراص معنى حمل متطوره، وعندهم الجيل الثالث والرابع دلوقتي بقت موجوده. وكمان الميزه ان الاقراص دي كمان
شركات مصريه، ودي حاجه انا مبسوط منها جدا ان في شركات مصريه دلوقتي بقت توفر اقراص معنا على الحمل. طبعا مش قادر اقول اسامي عشان يعتبر دعايه، بس في شركات مصريه دلوقتي، شركات دواء مصريه بتنتج اقراص معنا على الحمل على اعلى مستوى. ان كان في دايما مشكله عندنا هنا في مصر ان ممكن يكون بسبب الادويه بتقف في الجمارك او بتقف في المينا، ان الاقراص معنا على الحمل كانتش متوفره. وتيجي السيده متعوده على وسيله معينه وتيجي تسال عليها في الصيدليه تلاقيها مش موجوده. دلوقتي بقى في بدائل مصريه موجوده طول السنه، حقيقه دي حاجه مشرفه جدا، وموجوده كمان دلوقتي دخلت في الوحدات الصحيه او وحدات تنظيم الاسره، ودي حاجه طبعا محترم جدا. والله شيء عظيم ومجهود يحترم فعلا، وتطور بشكل كبير قوي عشان يستفيد المواطن العادي من الوحدات الصحيه دي. وانا شايفه كمان انه مصر في مجال صناعه الادويه اعتقد انه في تقدم كبير قوي حصل. ده حقيقه، بقى في تقدم كبير قوي. المصانع دلوقتي بقت اب تو ذا ستاندردز، بقى عندهم كواليتي كنترول، يعني بيتاكد ان كل علبه زي العلبه اللي قبليها بالظبط، مفيش ديسكريبنسي او مفيش اختلاف بين كل علبه والتانيه، ان يبقى في الادويه متوفره على طول، مش بتيجي من بره فتتعرض لمناخ مثلا مش جيد، تبقى موجوده هنا في مصر. دي حاجه كويسه جدا، ولازم نشجع جدا المنتج الوطني المصري خصوصا في مجال الدواء. يا ريت يا دكتور يعني تاكد على الفكره دي تاني، لان احنا دايما بنروح للمستورد ايمانا منا ان هو الافضل، ان هو الكواليتي بتاعته او اسمها ايه الجوده بتاعته افضل بكتير جدا من الدواء المصري. لا، الدواء المصري على اعلى مواصفات دلوقتي، بتعمل على مواصفات عالميه، الجرعات اللي فيه محسوبه بشده، بيستخدم دلوقتي على يعني استخدمناه على سيدات كتيره جدا، وما كانش فيه اي اعراض جانبيه جدا، سعره ارخص بكتير. بالضبط. ودي حاجه مهمه برضو، لان انت اول ما بتوفره بسعر ارخص ده معناها استمراريه اكتر بالنسبه للمريض. ما فيش تقول لك اصل انا وقفت الاقراص عشان كانت غاليه عليا او عشان كانتش موجوده. فكل ما احنا نقدر نوفرها باسعار مناسبه اكتر، كل ما تبقى افيلبل اكتر او متوفره اكتر، كل ما ده يضمن لي ان انا يبقى عندي استمراريه في وسيله معنى الحمل، والسيده ما توقفش الوسيله. ودي اكتر مشكله بتقابل السيدات، ان هم ممكن تاخدوا الوسيله وبعد كده توقفها لاي سبب من الاسباب، يا اما هي مش مستريحه عليها لان هي خدت وسيله مش مظبوطه ليها من الاول، يا اما عشان التكلفه، يا اما علشان نوع من النيجليجنس، يعني السيده ما كانتش مهتمه بالموضوع. فده برضو دورنا في الاعلام، دور حضرتك ودور كل الاعلاميين، ان هم ازاي يسلطوا الضوء على قضيه مهمه جدا وقضيه وطنيه ومهمه جدا لكل افراد الاسره وكل افراد المجتمع، ازاي ان احنا نقدر ناخد الوسيله منع الحمل المناسبه. وهي دي يعني الهدف، هو ده الهدف اللي احنا بنسعى وراه، علشان فعلا السيده لو عندها من جوه قرار ان هي فعلا تحدد النسل او تحدد عدد المواليد، تكون قادره ان هي تاخد الوسيله المناسبه اللي ما تزعجهاش طول الوقت. وطبعا احنا فخورين جدا برضو بالمدينه الدوائيه اللي افتتحها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاجه جميله وكان حلم مهم قوي، يعني كنا بنتمنى ان هو يحصل على ارض الواقع. طيب، من خلال برضو خبره حضرتك في مجال النساء، طب النساء، بتشوف انه لسه في عزوف عن استخدام المراه لوسيله منع الحمل، ولا بداوا ان هم يروحوا للمنطقه دي ويطلبوا من الدكتور ان هو يكتب لهم وسيله لمنع الحمل، وهل هم اللي بيرفضوا ولا الازواج؟ بصي، هو دلوقتي اللي بالترندز اللي بقت نشوف اللي احنا نشوفها او من الحاجات اللي احنا بقينا نلاحظها في العيادات دلوقتي، ان في كتير قوي لسه ازواج جداد بيجوا دلوقتي العياده بعد الزواج مباشره، او ممكن حتى قبل ما تتجوز، وعايزه تختار وسيله منع حمل تاجل شويه، مش عايزه تخلف على طول بعد الجواز. ودي حاجه كويسه، بس لازم تتعامل باحتياطات معينه. يعني ايه حاجه كويسه؟ ان لو الكابل دول او الزوجين دول لسه مش مستقرين، في لسه مش عارفين مثلا ساكنين فين، شغلهم عامل ازاي، مفيش استقرار في شغلهم، فهم عايزين ياخدوا فتره نقاهه كده او فتره راحه، ان هم او بعد ما يتجوزوا ان هو ما يعطول يبقاش عليهم اعباء زايده بالخلفه. فدول ممكن في بعض الاقراص معنا الحمل مثلا زي الاقراص دي، الاقراص اللي معنا الحمل بعد ما ناخد منها تاريخ مرضي كويس جدا، نتاكد ان هي عندهاش اي مشاكل صحيه ولا اي حاجه، ممكن نكتب لها اقراص معنا الحمل. وعلى فكره في ستات كتير قوي من امهاتهم هيقولوا لهم لا اوعى تاخدي اقراص معنا الحمل عشان هتعمل لك عقم ومش هتخلفي. ايوه بالظبط. هل ده ممكن على يعني بعد استمراريه على اخذ دواء منع الحمل او الوسيله دي ممكن فعلا يسبب عقم؟ لا، ده حاجه طبعا يعني اشاعه كبيره جدا ومش حقيقيه ابدا. اقراص معنى الحمل لا تؤدي الى العقم ولا تؤدي، يعني
بالعكس في بعض السيدات ممكن اقراص منع الحمل تساعدهم ان هم لما يوقفوها يبقى فرصه الخصوبه بتاعتهم تبقى اعلى. الله حلو يعني جدا. مثلا الستات اللي عندهم تكيس على المبايض مثلا او بي سي او، الستات دول بيبقى عندهم مخزون عنيف جدا بس الدوره بتاعتهم غير منتظمه، عندهم اعراض من هرمونات الذكوره عاليه جدا، الستات دول بيستفيدوا من اقراص منع الحمل، بل بالعكس احنا ممكن اكتب لها الاقراص دي فترة شهرين أو ثلاثة وبعد ما بوقفها ست بتحمل على طول. وفي بعض أقراص منع الحمل بستخدمها قبل الحقن المجهري، ده أنا عايز أساعدها إن هي تخلف فعلا طبعا عشان بيظبط لها نسب الهرمونات بالشكل اللي أنا عايزه. فبالعكس الأقراص منع الحمل لا تؤدي إلى العقم خالص، بل ممكن كمان السيدات اللي هم بيتأخروا في الإنجاب أو بيتأخروا في الزواج، يعني اتجوزت وهي متأخرة شوية أو لسه مش متجوزة وهي كبرت شوية في السن وخايفة على الخصوبة بتاعتها، ممكن تحافظ على الخصوبه بتاعتها باقراص منع الحمل علشان كميه البويضات اللي هتستهلك كل شهر هتبقى اقل بكتير لما تاخد اقراص منع الحمل. يعني يا دكتور عمرو فعلا شيء عظيم، لانه كتير قوي ماميز جداد بيجيبوا طفل نفسهم ياخدوا نفسهم شويه، بيقول لك لا انا لسه صغيره شويه انا بكره هكبر، طب انا لو خدت وسيله منع حمل ممكن تاثر عليا وتجيب لي عقم. فكويس ان احنا برضو بننور على شويه طبعاً الاسئله طبعاً دي طبعاً. وجودك معانا النهارده كان مهم قوي يا دكتور عمرو بجد، حقيقي انت اضافه كبيره قوي ودكتور عظيم بجد ودكتور انسان كمان. ربنا يخليك يعني أشكرك بجد جداً يا حاجه شهاده لازم اقولها، وطبعا هنستنى حضرتك اكيد في أكيد حلقه تانية نتكلم اكتر. انا ما رضيتش اخد يعني تليفونات كتير واسئله كتير انا اسفه، بس كان لازم نشرح الحاجات او وسائل منع الحمل الجديده واخد شرح وافي من دكتور عمرو. شكرا جزيلا لحضرتك وقبولك استضافتنا في جدا وبرنامج جميل جدا ربنا يبارك لكم فيه. شكرا جزيلا. طيب مشاهدينا كان معنا دكتور عباسي استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري وعضو الجمعيه الامريكيه للطب التجميلي النسائي. هسيبكم مع تقرير احتفالات وزارة الصحة باليوم العالمي لتنظيم الأسرة، وده كان بدار الحكمة. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية نستقبل ضيف جديد وفقرة جديدة ونرجع لكم مرة تانية. نسيبها سواء اقتصاديا صحيا اجتماعيا حول حجم الأسرة، عدد الأولاد، سواء يحبوا يبعدوا بين ولادة وأخرى، ده كله بيمكن الأسرة بيمكن المجتمع طبعا، وليه إسهام قوي في الوضع الاقتصادي للدولة. عندما تساءلنا عن سبب تخصيص يوم عالمي لتنظيم الأسرة وجدنا إجابات لا حصر لها، تبدأ بحماية صحة الأم والأبناء ولا تنتهي عند المردود الاقتصادي والمجتمعي الذي يعود بالنفع على الدول. الأم بتسترد صحتها ما بين كل حمل والتاني، هي بتفقد فيتامينات، بتفقد مواد أساسية، مهم جدا إن هي ترجع هذه الحاجات اللي هي فقدتها، الكالسيوم بتاعها، الفيتامينات، الكلام ده كله. فما بين كل حمل والآخر لازم إن هي تنظم، ولازم يكون في مبعدة بين كل ولادة والأخرى حوالي 5 سنين علشان تسترد صحتها وتسترد عافيتها. تنظيم الأسرة زي ما انت عارفة الدولة مهتمة بيها والعالم مهتم بيها، لأنه مش هنبقى بنبالغ لو قلنا أنه
مشاكل كتير جدا، مشاكل الدولة المصرية والعالم تتحل من خلال تقليل أعداد البشر. طبعا من منطلق تاني بقى، النقابة دورها تدريب الأطباء بحيث أنهم يقدروا يأدوا أو يقوموا بعمل الوسائل المطلوبة لتنظيم الأسرة. ومنذ إطلاق اليوم العالمي لتنظيم الأسرة لأول مرة في عام 2007، نجحت دول متعددة من بينها مصر في تطبيق برامج لتنظيم الأسرة وإجراء دراسات اقتصادية حول جدواها، من أهمها دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية تشير إلى أن كل جنيه ينفق في برامج تنظيم الأسرة يوفر على ميزانية الدولة نحو 150 جنيها كانت ستنفق على الطفل في التعليم والصحة والغذاء. في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة تحرص الدول على إحداث التوازن بين الحفاظ على سلامة مواطنيها وبين تجنب الانفجار السكاني، وهو ما يجعل برامج تنظيم الأسرة تقفز إلى صدارة اهتمام الدول ومن بينها مصر، للاستفادة بثروتها البشرية وللحفاظ على مواردها الاقتصادية. ريهان يوسف، انتي اي تي سي. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي أنتي، وبنستقبل ديف جديد وفقرة جديدة معانا النهاردة في اليوم. ووصلنا للفقرة التانية وهي ضمن أو هي بنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، وهي محتويات أساسية لازم تكون موجودة في اللانش بوكس بتاع كل طفل من أطفالنا. احنا النهاردة بقى هنتكلم عن الأطفال لأنهم طبعا الأساس، ولازم نهتم بصحتهم بشكل كبير جدا وبتفاصيلهم بشكل كبير جدا، خاصة كده لو هيقضوا ساعات طويلة في اليوم بعيد عننا. وطبعا عشان المدرسة طبعا بدأت دلوقتي والأطفال كلهم بيروحوا بيقضوا هناك وقت طويل، كم من 7 أو من 8 الصبح للساعة 2-3، فده وقت طويل لازم يكونوا برضو بيتلقوا وجبات صحية عشان تديهم الطاقة وبتديهم التركيز اللي احنا عايزينه يبقى موجود عندهم أثناء الدراسة. هتكون منورانا النهاردة في استوديو أنتي ضيفتنا الدكتور أمنية درويش، وهي أخصائي التغذية العلاجية. أهلا بك يا دكتور أمنية. طبعا يعني هنتكلم النهارده عن الحاجات الاساسيه والمكونات اللي المفروض تكون موجوده في اللانش بوكس والتنوع بقى بتاعها، لان احنا بنحتار وبنقعد كل يوم نفكر هنحط لهم ايه وهم هياكلوا الحاجات دي ولا مش هياكلوها. بس خليني في الاول كده اسالك، ايه هي المكونات الاساسيه اللي المفروض تكون موجوده في كل لانش بوكس لكل الاطفال؟ هو اللانش بوكس عامه او اي وجبه عامه لازم تحتوي على المكونات الاساسيه اللي هي كربوهيدرات، ويفضل ان هي تكون كربوهيدرات معقده، البروتين، الخضار، الفاكهه، ممكن بقى بعد كده العصاير مثلا لو فريش، او اللبن، او الزبادي، الحاجات اللي هي ممكن اللي هي سهله الهضم والامتصاص. اللانش بوكس طبعا بالنسبه لي لازم الكربوهيدرات المعقده نحاول ان احنا نديهم الشوفان او التوست البني، نحاول نبعد على قد ما نقدر ان العيش الفينو لان هو مش وجبه مغذيه للطفل، بالعكس هو ممكن تعمل له مشاكل في الهضم، ممكن تعمل له امساك الكلام ده، فنفضل ان احنا نديله الحاجات اللي هي فيها الياف كتير. يعني التوست مثلا ما ينفعش احط لها ساندوتش توست معاها في المدرسه؟ يفضل التوست يكون توست بني مثلا او توست شوفان، الحاجات اللي هي فيها الياف كتير. ممكن ان احنا نديهم العيش البلدي، يعني نحاول نعود، لانك مش كل الناس طبعا هتقدر ان هي تشتري توست او كده، ممكن نحاول ان احنا نديهم العيش البلدي اللي هو برده عشان يستفادوا من الالياف. تاني حاجه طبعا المفروض ان احنا نهتم بالبروتين، يعني ممكن مثلا نديهم بيض، نديهم مثلا جبنه، ويفضل ان احنا نختار الجبن اللي هي مش مصنعه من الدهن النباتي، الجبن اللي هي الطبيعيه زي مثلا الجبنه القريش. لا ما هو الاطفال ما بيحبوش بقى الجبنه القريش يا دكتور احنا أمنية. بقى ممكن نوظف الجبنه القريش، يعني ممكن مثلا نعملها لهم جبنه كريمي، يعني ممكن مثلا نحط لهم عليها كوبايه زبادي نضربها في الخلاط ونحط عليها مثلا زعتر، نحط عليها بابريكا، نحط عليها اي توابل ممكن تغير من طعمها، فهم هيبقوا شايفين قدامهم الجبنه كريمي، يعني مش جبنه قريش. نجيب الجبنه القريش نحط عليها زيت زيتون لان طبعا مفيد جدا، طبعا نحط عليها بقى ايه كوبايه زبادي، ممكن نحط عليها كوبايه زبادي، نحط عليها زعتر، نحط
عليها حبه البركه، نحط عليها بابريكا. طب ده هيغير في طعمها؟ مش هيغير في طعمها كتير، بس هيخلي طعمها احلى. يعني هم مش بيحبوا الجبنه القريش لان طعمها بيكون لاذع شويه، فهم بالنسبه لهم مش هيحبوا ده. احنا لو حطينا الزبادي، حطينا الاديتيف دي، هتبقى احسن بالنسبه لهم. هيحسوا ان هم بياخدوا جبنه كريمي بدل ما يبقوا عايزين يجيبوا الجبنه الكريمي اللي هي نباتي الدهن او كده، او زي الجبنه النستو، ان احنا بنعمل لهم حاجه طبيعيه، حاجه فيها كالسيوم اكتر، حاجه تديهم طاقه اكتر. يعني لما اروح اشتري جبنه كريمي لازم تبقى لا يعني لبن فقط، نباتي لبن، لبن فقط، ما تبقاش نباتي الدهن. ده في انواع كتير نباتي الدهن طبعا. طبعا في انواع كتير طبعا. الانواع الاقل هي اللبن 100%. في انواع لبن 100%، بس طبعا دي هتلاقيها يعني اوفر برايس قوي، فمش كل الناس هتقدر ان هي تجيبها. طب نعمل ايه في الحكايه؟ ما هو بقى نحاول ان احنا نستبدلها بجبن مثلا اللي هي اللبن بس، او الجبنه القريش اللي انا بقول لك عليها. طيب والجبن احنا نقرا طبعا قبل ما نشتري اي حاجه، لازم نقرا مكونات، لازم نقرا الليبل بتاعها. ده مهم جدا عشان اعرف نسبه الدهون المشبعه اللي فيها، اعرف نسبه الصوديوم اللي فيها. لازم اختار لما اجي اختار اي منتج، لازم اختار اقل نسبه دهون مشبعه، اقل نسبه كوليسترول، اقل نسبه صوديوم. طيب كويس. بس هي طبعا لازم هتبقى موجوده، بس انا اختار اقل حاجه فيهم. طيب بالنسبه للبيض، لان حضرتك ذكرتي دكتور امنيه مساله البيض، اللي احنا نديهم وجبه البيض معاهم في اللانش. البيض مهم جدا للاطفال. اولا البيض بيحتوي على ماده اسمها ماده الكولين، الماده دي مهمه جدا للخلايا العصبيه اللي في المخ، ودي بتساعدهم على التركيز، وبتساعدهم اكتر ان هم يبقى عندهم نشاط ذهني، يعني او بتزود الذكاء زي ما بيقولوا. فالبيض ده وجبة أساسية عندي للطفل من هو يعني الستارت. مثلا الطفل ابتدى 6 شهور، لازم ان انا اعوده ان هو ياكل بيض. فطبعا البيض بيبقى وجبة أساسية في اللانش بوكس، يعني ممكن مثلا نديله بيض مسلوق او بيض اومليت، ايا كان نوع، يعني ايا كان النوع اللي احنا هنعمل الطريقة اللي احنا هنعملها بيه، بس لازم يكون في بيض خلال اليوم، لان البيض كمان بيحتوي على البروتين كامل القيمة الحيوية، بيحتوي على الأحماض الأمينية كلها، فدي بتبقى مهمة جدا للأطفال ومهمة جدا لذكائهم وتركيزهم وطاقة ليهم كمان. طيب هل البيض بقى بيبقى فيه كل المكونات البروتينية اللي بتبقى موجودة في كل حاجة؟ هي موجودة في البيض بنسبة كبيرة قوي. البيض فيه كل الأحماض الأمينية المهمة للجسم، واللي هي أصلا بتمتص في الجسم بشكل كويس أو بصورة أحسن. في كمان في مضادات أكسدة، في نسبة حديد عالية قوي. طبعا في نسبة كوليسترول، بس طبعا الكوليسترول الموجود في البيض بيبقى كوليسترول نافع، هو بيعلي الكوليسترول النافع في الجسم، مش بيعلي الكوليسترول ده، لأن في ناس عندها إيشوس في الموضوع ده. فالبيض بيعلي الكوليسترول النافع. طبعا احنا مش هنزود عن بيضة أو بيضتين في اليوم، وهي دي الحصة الأساسية لأي يعني لأي إنسان. هو المفروض إن هو ياخد بيضتين خلال اليوم. طيب هل البيض ممكن يغنينا عن أكل اللحوم؟ هو اللحوم فيها، يعني اللحوم الحمراء بالذات فيها مادة اسمها مادة الهيم، هي دي اللي بتساعد على تكوين كرات الدم الحمراء. فما فيش حاجة بتغني عن تناول اللحوم، بس في ناس ما بتحبش أصلا اللحوم، فإحنا بنغني عن اللحوم. وفي ناس أصلا فيجن، يعني في ناس نباتيين ما بيأكلوش أي أنواع من أنواع اللحوم، فبيضطروا أن هم ياخدوا البقوليات أو يجمعوها مع الحبوب عشان ياخدوا الأحماض الأمينية اللي هي يعني الكاملة اللي الجسم محتاجها، لأن في أحماض أمينية بتبقى موجودة في الأكل الجسم ما يقدرش ان هو يخلقها. فلازم ان انا اخد الاحماض الامينيه دي من بره، لان هي بتساعد في حاجات كتير، يعني عمليات ميكانيزم كتير جدا في الجسم، وعمليات حيويه كتير جدا في الجسم. طيب هايل جدا. احنا ممكن نخليهم يعتمدوا على البيض مثلا في الفطار مع كوبايه لبن، ده يبقى جميل هو جدا. المفروض يعني المفروض كوبايه اللبن احنا ناخدها قبل مثلا ما ننزل من البيت، يعني انا لازم اعود الطفل قبل ما ينزل من البيت ادي له حاجه فيها سكريات بطيئه الامتصاص، لان السكريات عامه بتوصل، او السكريات اللي هي الصحيه، السكر الصحي اللي هو زي موجود مثلا في اللبن، زي الموجود في العسل الابيض، الحاجات دي يعني بتوصل الدم للمخ، فبتخليه اكتر نشاط. يعني بدل ما هو مثلا صاحي مش قادر مش عارفه ايه، لا هو اللبن هيخليه اللي هو نشط اكتر، يعني هيخليه اللي هو مركز اكتر. فاحنا ممكن نديله كوبايه لبن مثلا قبل ما ينزل الصبح، ممكن اديله كوبايه ليمون مثلا بعسل ابيض، او معلقه عسل ابيض بالمكسرات. حلو قوي عشان الشتاء ده بالظبط. يعني ليمون فيها فيتامين سي وانتي اوكسيدنت كمان، مهمه جدا فتره الشتاء اللي احنا داخلين عليها دي عشان ادوار البرد المتكرره. اكيد. طب اكبر استفاده من العسل بتكون ازاي؟ ان انا اخد المعلقه على طول، ولا اني ادوبها في ميه؟
مش شرط يعني، هو الاثنين هتاخدي الاستفاده بتاعتهم، بس هو الفكره بقى في العسل ان هو يبقى مخلوط بايه، يعني مثلا لو مخلوط بالمكسرات يعني بيبقى فيه عسل اصلا عليه مكسرات او كده، ده يعني العسل مع يعني مع حبيتين عين جمل او حبيتين لوز دي فيها اوميجا 3 وفيها كميه فوائد رهيبه، يعني اصلا عين الجمل بيزود التركيز عند الطفل عامه، عين الجمل بيزود التركيز عند، فانا لما اضيفه مع العسل هياخد قيمه غذائيه اعلى، هياخد فوائد اكتر. فالفكره في الاديتيفز بتاعت العسل، فهو لو على ميه هيبقى يعني مش هيبقى قيمته الغذائيه يعني بكاملها، بس هو حلو ان هو يشرب ميه. كويس جدا. في كمان دكاتره بيقولوا انه لما نكتر من العسل ده ممكن يكون مضر شويه للصحه، لانه برضو هو لما بيتفاعل في الجسم بيعمل نفس اداء السكريات. هو اي حاجه فيها سكريات عامه لو زادت عن حدها بتتخزن في الجسم، يعني كميتنا في العسل ممكن من معلقه لمعلقتين خلال اليوم فقط. تمام. يعني بيتعامل معامله السكر الابيض. بس ده طبعا فايدته اعلى من السكر الابيض. عظيم طبعا. طيب خلينا نتكلم بقى عن الوجبات طويلة العمر، علشان لما نوديها مع أولادنا المدرسة طعمها ما يختلفش وما تبصش ولونها ما يتغيرش، ما يرضوش ياكلوها. احنا ممكن نديهم الحاجة، يعني ممكن نخليهم يعتمدوا على نفسهم شوية في الموضوع ده، ممكن نديهم الحاجة مقفولة زي ما هي. أوكي. يعني بلاش مثلا نقشر الفاكهة عشان ما تتعرضش الأكسديشن مثلا وتتأكسد فيغير لونها، فهو مش هيبقى قابل ان هو ياكلها. فاحنا ممكن نحط له الحاجة زي ما هي كده، وهو يعتمد على نفسه ان هو مثلا يقشر الموز او يقشر التفاح او الكلام ده، ويفضل ان احنا ناخد الفاكهة اللي احنا ممكن ناكلها بقشرها، لان في ما بين القشره وما بين الثمره نفسها ماده اسمها ماده البكتين، ماده البكتين دي هي اللي بتحتوي على مضادات الاكسده المفيده للجسم. اللي هي بتخليني اقل عرضه للالتهابات، اقل عرضه لاعراض الزكام، الكلام ده كله. والبيض ممكن اديهوله زي ما هو، يعني بلاش ان انا اقشره، ممكن اديهوله زي ما هو، اديها له بقشرها وهو يقشرها، دي هتحافظ على عمرها اطول. طبعا احنا ممكن ندي للاطفال مثلا فراخ او كده تبقى ايه، من طبعا مش يعني مش مقليه او الكلام ده، ممكن مثلا تتشوي مثلا في على الجريل او تتحط في الفرن. طبعا الحاجات دي هتاخد وقت من المامز الصبح، فمش هيبقوا قادرين ان هو يعملوا كده بنتها او ابنها. بس في فترات اللي هي الافتر سكول في ناس كتير بتبقى معتمده على الفراخ، او ان هي تديهم مثلا برجر او الحاجات دي، لان هم بيقعدوا وقت اطول، فممكن تكون وجبه الغداء دي تكون وجبه الغداء بالنسبه لهم، لان الطفل مش هيقدر يقعد من الساعه 7 الصبح او 8 الصبح لحد الساعه 3 من غير ما ياكل اكله يعني تخليه يساعد ان هو يكمل بقيه اليوم. بنتي ما بتاكلش. لا بس انا عايزه اعوضها، لو يعني اي ام عندها اولاد دلوقتي ما بيحبوش الاكل قوي، ازاي ممكن اديهم حاجه مفيده وفي نفس الوقت تبقى مغريه كده وياكلوها؟ بصي، هم الاطفال عامه في الفتره دي هتلاقيهم بيتجهوا اكتر للحاجات اللي هي الملونه، يعني نديهم خضار وفاكهه هتلاقيهم بياكلوها حلو قوي. ممكن البروتين الفراخ او اللحمه يكون بالنسبه لهم صعب الهضم، يعني في ناس كبار اصلا بالنسبه لها الفراخ واللحمه الحاجات دي بتبقى صعبه الهضم. فهم بالنسبه لهم بيكونوا مشكله، اللي هو لا انا مش قادر اكل ده. أوكي. بياخد مني طيب. وقت عشان يتهضم. في طلبات غريبه احيانا بتبقى من الاطفال، زي انا عايز برجر، انا عايز مكرونه. فهل المكرونات لو انا قلت هحط مره لبنتي او لابني، هل المكرونه الوايت صوص ولا الساده خالص ولا الريد صوص؟ هو ايا كان وايت صوص او بريد صوص، هو الريد صوص طبعا فكره وجود الطماطم هي دي ممكن تفسد بسرعه. يعني الطماطم ممكن تفسد بسرعه، مش مشكله بالوايت صوص، بس هي الفكره انه ده هيبقى سكريات كتير او كربوهيدرات بسيطه كتير. ما هو مش كميه يعني، هما معلقتين بيبقى في اللانش بوكس قد كده، ما فيش مشكله. لو مش كل يوم، لان المكرونه برضو تعتبر سكريات بسيطه يعني بتتهضم في الجسم بسرعه، فبتعلي نسبه الانسولين بسرعه، فده ممكن يخليهم يعني يتعرضوا للخمول او ان هم ما يبقوش قادرين يكملوا اليوم. في ايه كمان ممكن احطه في اللانش بوكس يكون عمره طويل؟ وانا دايما باكد على فكره ان هو يكون مغري للطفل ان هو ياكله، طعمه حلو ولذيذ. عندنا الخضار والفاكهه دي مكونات اساسيه لللانش بوكس. طيب. عندنا الخضار ممكن نحط فلفل الوان، طبعا فيتامين سي رهيب. ممكن نحط مثلا لو هم بيحبوا الخضروات الورقيه ممكن نحط جرجير، ممكن نحط مثلا خيار، دي حاجه موجوده في كل يعني في كل مكان، ميه كتير مش هيعرف
مش هيعرضهم مثلا للجفاف لو هما ما بيشربوش الميه بتاعتهم خلال اليوم. ممكن نحط بقى اي يعني ممكن نحط الطماطم اللي هي الشيري الصغيره دي، بالنسبه لهم برده بيبقى شكلها مغري، بيبقى حابين ان هما ياكلوها مره واحده. والطماطم مهمه جدا طبعا. الطماطم فيها ماده البرولاكتين دي، حلوه جدا جدا في تكوين الخلايا العصبيه برده. عندنا بقى الفاكهه، ممكن نحط تفاح طبعا، ده بالنسبه لهم ده حاجه مغريه قوي. ممكن نحط موز، ممكن نحط كمثرى، الكمثرى فيها فيتامين سي حلوه قوي الفتره دي. ممكن نحط بلح، هما طبعا هيحبوا البلح قوي عشان السكريات. ممكن نحط مكسرات في اللانش بوكس عشان يديهم برده اوميجا 3 ويديهم طاقه، وفي دهون صحيه جدا للجسم. طب والله دي كلها حاجات لطيفه للاطفال، ويعني وهم بيحبوا، يعني هم الاطفال ما بيحبوش ياكلوا حاجه يعني كامله على بعضها، هما بيحبوا ينقنقوا. صح كده مظبوط. والتنوع ايوه بالظبط، يعني انوع كده، احط شويه من هنا على شاي توميتو، على فلفل، على طماطم، خيار. ممكن اعمل لهم برده وجبه اسمها النايت اوت ميل. النايت اوت ميل دي ان احنا بنحط مثلا معلقتين ثلاث معالق شوفان، عليها فاكهه، عليها زبادي، عليها مثلا بذور شيا مطحونه، دي حلوه قوي، فيها بروتين عالي جدا وفيها نسبه كالسيوم حلوه قوي، ونحطهم في الثلاجه من بالليل وياخدوها معاهم الصبح، دي هتديهم طاقه حلوه قوي. حلوه جدا. ميرسي جدا ليكي دكتور امنيه على وجودك معانا النهارده، نورتينا، واتمنى ان شاء الله تكون التبس اللي قلتيها وشويه الوصفات الجميله دي يكون الساده المشاهدين والامهات استفادوا منها النهارده. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في اندي، هنشوفكم بكره في حلقه جديده ومواضيع جديده وفقرات مختلفة ومتنوعة، دايما استنوني.